هذا البرنامج برعاية كريم هايبر ماركت. بدي اياها. بدك اياها؟ انت شايف اشتراك ماي فاي؟ هذا الولد صغار في عندك تحدي هسه هون. اوكي. بدك تلعب معي انت؟ سيد العزيز تفضل هون. اه. الله يعطيك الف عافية. وصلنا لاخر تحدي اللي هو تحدي البينج بوم. اه تمام؟ واحنا بدنا نقول لليون طقس العرب. تفضل عندنا يا ليون. وليون اللي بدك تتحدى سيد العزيز. يا نهار اسود. اه. ما حدا غلبه. أموره 100% هلا بس يشرف عندنا اليوم راح تشوف ضحكته الصفرة. أهلا وسهلا. كيف أنت والبينج بونج؟ دقيقة بس من ليون دقيقة أنا نقصت من ليون. ما تخافش ما تخافش سيدي. أنا والبينج بونج مش منيح بالمرة من بعد ليون. طيب خليني أشرح لك أنا بشكل سريع. تمام. أوكي تحدينا. آه. تحدينا سيد العزيز كالآتي حيكون. حلو. بدك تغلب ليون. وبدك تركز معي في الاسئله يمكن تكون اسئله محرجه يمكن ما تحبش تجاوبها. دقيقه بس هو لقبك ليون ولا اسمك اسمه ليون؟ اسمك ليون. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. فرصه سعيده. الاسئله هاي. انا شريف. الاسئله هاي اذا انت ما حبيت تجاوبها تعال ما حبيت تجاوبها معك مره تحكي باس. آه. معك كمان مره تحكي باس بس راح ينخصم من سكورك نقطه. تمام. اوكي اوكي تمام. تمام. لا انا بالعاده بقول سباس يعني 100% راح تكون في اسئله قويه. عادي مش مشكله. عادي شو راح تحمل ولا لا؟ جاوب. انا حاسس انك ما راح تحمل او متاكدك ما راح تحمل. يلا 100% يلا سيدي 3 2 1 تفضلوا شباب. كيفك يا شريف الزعبي؟ تمام. شو اخبارك؟ كويس امورك تمام صح؟ الحمد لله بخير. شريف اول سؤال خفيف لطيف بيقول هل انت راضي عن نفسك وعلل اجابتك اذا كانت نعم او لا. اه الحمد لله. ليه راضي عن نفسك؟ اخ لانه اهلي راضين عليك. لانه اهلك راضين عليك. اه هذا جواب دبلوماسي شريف. يعني شو بدي اجاوبك يعني؟ طب راضي عن نفسك اخر فتره؟ لا لا. غلطت اغلاط كثير مثلا بحياتك يعني خلتك ما تكون راضي عن نفسك مؤخرا؟ لا والله لا لا بس هو استغلال العمر يعني العمر بمشي والمشاريع قليلة. حسيت انه انت يعني ما انجزت بحياتك انجاز العالم. آه. الناس ما انجزت انجاز العالم. آه. الناس. اوكي طيب احنا بنعرف انه كنت انت متزوج احترامنا للطرف الاخر احنا. آه. اشي هذا يعني بدناش ندخل فيه اشي شخصي. آه. ولكن السؤال بيقول. آه. مالك ضربت الطابب بوجه سؤال. طيب هل بتفكر بالزواج مرة ثانية او خلص توبة؟ توبة تن تن توبة. اه طبعا توبة. طب تنصح الشباب بالزواج؟ طبعا بس في تزوج عن حب. تزوج عن حب ليه يعني انت متزوج عشان حب؟ لا انا تزوجت عن حب. طيب تمام بس تزوج عن حب بحبش الزواج التقليدي بشكل عام يعني. اوكي ممتاز تمام. طيب اشي عملته وندمت عليه؟ اشي عملته وندمت عليه؟ آه. اني رجعت على الاردن. انك رجعت على الاردن. ليش رجعت على الاردن يا شيخ؟ بقول لك ندمت عليه. ليش رجعت على الاردن؟ ما شاء الله كانت امورك بتركيا تمام. اه مظبوط. عيشتك بتركيا تمام. كنت عادي اجاوبك في برنامجك بتحمل؟ طبعا بتحمل عادي اكيد عادي جاوب احنا ما عندنا مشاكل. اه دوكف ايش لا بدك تجاوب بدك تلعب. انا بلعب. آه. سيدي لانه انا كنت في مؤسسه يعني شوي لها توجه سياسي معين. هذا التوجه السياسي ما كانش ينفع كأردني انك تكمل فيه. اني اكمل فيه خلاص لهون وصلت الصورة. وصلت الصورة. ما بقدر صراحة من غير ما نكمل. تمام ما بقدر صراحة بعيدا عن هاي الاشياء. تمام ايش نفسك تغيره بحياتك شريف؟ ايش نفسي اغيره بحياتي؟ ولا ايش وزنك؟ لا 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 يسعد الله. ايه يسعد الله زي ما سمعتها. هاي كمان سكور بحالك. كم النتيجة بالله يا سعاد؟ 15-5. الله فنان ما شاء الله عليك. هاي 6 كمان حلو. طلع كيف اليوم بلعب معاك طرف ايده صح طرف ايده ما بعرفش العب كثير. طيب قول شريف الزعبي العب شريف الزعبي اثقل من دمك ما فيه. هذا كثير كومنت بنسمعه. هل انت انسان ثقيل دم؟ لا. كيف لا؟ حرة. لا في حدا بيقول عن حاله انا في حدا بيقول عن حاله خفيف دم؟ انا يا اخي في ناس بيقول لك انك بتستعرض بضحكتك. لا انت بتعرفها. انا بعرفها طبعا. ما بتستعرض فيها صح؟ اه بالضبط. ما بتحس انه الوزن عائق بحياتك؟ حسالناك اياه. طيب من هو الكوميدي الذي لا يستحق هذا اللقب في الاردن؟ باس.
يا اخي نفسي حدا يجاوب على هذا السؤال بصراحه. طيب طيب من غير ما تعصب، سؤالنا بديش اسامي. دقيقه دقيقه، بديش اسامي، بديش اسامي، ما بدي اسامي. كثير عددهم، اعطيني كم بتحس في ناس لا يستحقوا لقب كوميديين؟ 85% من المشهد الكوميدي في الاردن ومن مواقع التواصل الاجتماعي لا يستحقون ان يظهروا. خذوا لي اياها هاي، خذوا لي اياها هاي بدعايه حلقته. مش عيدها مره ثانيه. 85% من المشهد الكوميدي في الاردن ومن مواقع التواصل الاجتماعي وكل المشاهير لا يستحقوا انهم ليش يطلع. ليش انت تستحق وغيرك لا يستحق؟ لانه احنا اخذنا فرصتنا سيدي والناس حضت بس. كلهم طب في كثير الجمهور بحدد صديقي، الجمهور بحدد. طب ليه احنا القدام طفينا والجداد دخلوا على الخط وهم برايك اللي حكيته لا يستحق؟ ما احنا علينا عتب لانه تركنا الباقي يطلع بس. تركنا الباقي يطلع يعني فكر. طبعا رجاء قواس عليه عتب، نيكولاس خوري عليه عتب، محمد دروز عليه عتب، محمد ذكرنا عليه عتب. محمد ذكرنا لم ياتي حدا زيه بالمشهد الاردني بيعرف يكتب كوميديا زيه. ول طبعا. طب اليوم بكره ذكرنا وليت عبادي، وليت عبادي كنا علينا عتب. انتوا كنتوا بخرابيش مكسرين الدنيا مش بس اردنيا. طيب كلنا عربيا كنا علينا عتب. ليه انفصلتوا؟ ليه الاشي الناجح بنفصل يا زلمه؟ ليه طلعتوا عن بعض؟ ليه كل واحد راح شاف حياته؟ مش فاهم. لا مش شاف حياته، بنحب المصاري. بتحب المصاري؟ اوبا، حتى انت بتحب المصاري؟ طبعا. فكل واحد لما صار مشهور نعرض عليه اشياء فاضطريتوا انكم تتركوا بعض. ليش اضطريت؟ في عندك شركه كهرباء سيدي بدك تدفع لها، في عندك شركه كهرباء وفي عندك مي وفي عندك ضريبه وفي عندك كذا. اذا فكر ان الاردن بلد ما شاء الله زي الخليج، لا، انت في 45% من راتبك الحكومه بتاخذه. العب. لا قوي قوي. قوي. طيب لو ضليتوا مع بعض كان صار معاكم مصاري اكثر. بس احنا مش على قلب رجل واحد. مش على قلب رجل واحد. ولا في الراديو عندي. ولا في الراديو عندي. ولا في الراديو. مين كان السبب بالانفصال؟ وائل عتيلي مثلا، حدا من الشباب؟ لا لا لا. شو اللي صار؟ اللي صار سيدي انه هي صارت المشكله بالضبط صارت قدامي، بس اقسم بالله اني ناسي. يعني هلا شوف، احكي احنا هاي شركات بنحترمها. بالضبط. ما نحكي تفاصيل المشكله، ولكن انت حكيت انه خلص كل واحد راح شاف مصلحته. يعني هي المصلحه بالاخير يعني. بس ما بتحسوا يعني حالكم عملتوا ظاهره وانتهت هاي الظاهره كفريق خرابيش؟ الكوميديا مو ظاهره بالاردن، ظاهره بجوز. لا لا لا. كيف لا؟ اذا انا بقري هذا الحكي. اذا ماشي ماشي افهمني بس ركز معي. رجائي قواس طلع ظاهره، يعني مع احترامي رجائي قواس شهرته مش زي اول، انت شهرتك مش زي اول. شو النبي يا اخوي اموت قبلك. اوكي بص يا باشا، انت في دوله الفن والثقافة اهتمامها بيجي في دائرة الكماليات. دائرة الكماليات هاي سيدي بتيجي في ذيل قائمة الأولويات. لازم هو أنا كل ما أقول لك كلمة تحط الحق على الدولة. استنى بس، استنى بس. استنى. كيف؟ الحق على الاستمرارية. لا يا أخوي، لا لا. لا يا حبيبي. دقيقة خلنا كمل كنت تفضلني. تمام؟ عندك قائمة في الأولويات لأي بلد. عندك في ذيل هذه القائمة قائمة في الكماليات. في ذيل هذه القائمة بيجي الفن والثقافة. فأنت من ميزانية الدولة اللي عندك ما بنصرفش أكثر من 1% من موازنتها العامة. بالتالي ما راح يصير في إنتاج. مصر عشان طلعت هي وهوليوود بنفس الوقت كان في شيء اسمه بنك مصر، المؤسس تبعه طلعت حرب باشا. تمام. هذا البني آدم صرف على الفن اللي طلع أنور وجدي واللي طلع مصطفى وهبي واللي طلع ليلى مراد واللي طلع الأسامي العظيمة أمينة رزق وفاتن حمامة وكذا عشان وصلت مصر للسينما والفن والثقافة اللي اليوم إحنا شايفينها. يا ماشي ماشي. أنت اليوم يا صديقي، أنت اليوم لما بدك تيجي أنت على المؤسسة ألعب. لما بدك تيجي على المؤسسة الرسمية للبلد في الثقافة والإعلام هي التلفزيون الأردني التي نقدرها ونعزها ونجلها. تمام. 33 شو؟ ونجلها للأسف الشديد عندها عمل بالسنة. التلفزيون المصري عنده أكثر من 20 عمل في السنة. يا عمي على عيني وراسي. بس. على عيني وعراسي. على ما تقارناش بمصر. لا بدقامك مصر. حط اللي مصر ولبنان. بالعكس أنا اللي يعني تقارناش بمصر. يا أخوي احنا 8 مليون وعندك 2 مليون ضيف. ماشي. إذا ليش احنا تقال دم؟ احنا مش تقال دم. ليش مش حدا فينا بيضحك؟ احنا ما بنضحكش رغيف السخن بس. طيب. حتى أكلاتنا. لا يا زلمة بس ماشي ماشي بس احنا مؤخراً جزء من الكوميديا صارت تقال الدم. لا. كيف لا؟ احنا لانه الخطا علينا انه خلينا الناس تطلع، مش بقول لك لا تجعلوا من المشاهير حمقى. يا حبيبي ماشي ماشي بس انتوا كمان بجيلكم في جانب كبير من الناس بيقولوا انتوا كنتوا ثقال دم. احنا طيب. انا بحكي لك، انا لليوم بحكي لك لما اكتب 10 نكت العب. انا لما اكتب 10 نكت تنجح وحده. طيب زي مبدا الحيوانات المنويه. من بين مليون بنجح واحد. اوكي نفس الشيء. تمام. انا نفس الشيء لما اكتب نكت
ما بطلع بزنف على السوشيال ميديا 24 30 مليون ساعة وأنا عارف إني ثقيل دم. لا، أنا بطلع بقدم حلقة حلقتين الثالثة بتنجح. العب بس. هذا الفرق بيني وبينهم يا جماعة. إحنا ممثلين، إحنا مؤدين كوميديا، إحنا مش نشطاء على سواء مواقع التواصل الاجتماعي. لا، أنا ما انشهرت من خلال زي ما بقولوا الانستغرام والستوريز وهي القصص. لا طيب، انتوا نجحتوا، انتوا نجحتوا من خلال بلاتفورم اسمها اليوتيوب، ونجحتوا من خلال شركه. احنا كمان خليتني اكمل فكرتي. ما انت احنا يا زلمه، احنا رجائي والشباب وانا حاولنا مع النقابه وحاولنا مع وزاره الثقافه قبل 2010 و2011. حاربوكم؟ مش حاربونا، طنشونا. هي يا ريت كان في حرب. الحرب بتخلق نوع من المنافسه. بس حرب، ما فيش باب انفتح عشان تقول لي حرب. ما بعرف يعني صراحة. انا بحس حكيك هو مجرد انه احنا بنحط الحق قاعدين على الدوله. احنا يا عمي احنا لو حطينا الحق على الدوله ما كناش طلعنا وحاولنا وكسرنا كل التابوهات. خلينا نحكي تمام. لو فعلا بدي احط الحق على الدوله كان انا هلا من 2010 قاعد ببكي على الاطلال. لا ابدا. طيب بس انا القصد، انا ليش جبت لك مثل مصر؟ لانه نتيجه لوقفه الدوله طلعت بعدين شركات الانتاج. صار في تنافس، صار في شغل. انا الان لما الدوله تحط مليار للفن تمام، شركات الانتاج راح تفتح. هاي انت بزنس، هذا مش شيء. خلينا احنا نحط مليار نعرف نطعم الناس ونشغل البطاله بكل بالضبط. طيب انا فزت. رن الجرس حاليا صراحه، كلامك يعني بيوجع القلب. اي زلمه ربنا الله. طيب حرب مين يا زلمه؟ هذا فاضي للاردن. ممتاز 100%. رن الجرس، ورن الجرس عندنا اللي هون كمان، بس رن الجرس اللي انتم عم تسمعوه حاليا. شو في جائزه شمال من تحت هون معناته هيك. اخر كومنت حاليا شو ربح معانا؟ الجوائز مقدمه من خلال طقس العرب جو. جائزه هي حجز يوم مقدم من تيريزا شاليه، وجبه لاربع اشخاص مقدمه من مطعم حكونا متاتا، قسيمه شراء بقيمه 15 دينار مقدمه من محمص القيسي. راح نرجع نكمل هاي الحلقه الناريه مع شريف الزعبي. شو رايك بالاسئله يا شريف؟ والله قويه، بس قوي اكثر. اقويها اكثر؟ ما يعني اقوى من هيك ما تفكر مرة بس ايش اقوى من هيك؟ اكثر اشي حاليا بتخاف منه؟ الظلم. الظلم؟ انظلمت؟ كثير. مين ظلمك؟ كثير عالم. مين ظلمك؟ يا زلمة كثير عالم. اعطينا جهة معينة ظلمت شريف الزعبي. خرابيش ظلمته؟ لا والله حرام حبايبي. تلفزيون عربي ظلمه؟ لا. مين اللي ظلمك طيب؟ محدث خلص ايش جاوبك؟ حامد خلص. اعطيني اسئله اقوى. طيب اذا في بديش يؤخذ عني فكره اني انا زعلان من جهه وكذا او من حدا. يا زلمه زعلان حقك تعبر عن زعلك. حقك تعبر عن زعلك زي ما بدك. طيب مين من مشاهير السوشيال ميديا مش الكوميديا مستحيل انك تشتغل معه؟ مستحيل اشتغل معه؟ شخص ما بتشتغل معه. لا ما عنديش هاي القصة. ما عندك؟ لا. صاحب الكل؟ انت بتعرفني. شو عاد تقول لي مستحيل؟ بس يلا مش مشكلة. لا والله عادي، بشتغل مع الكل ضمن اطار نص معين. تمام. يعني اذا في نص بيجمعني مع حدا ما عنديش مشكلة. الشهرة وعدد الفولورز اللي عندك على انستغرام او على الفيسبوك طعمات خبز؟ لا. ما قدرت تسوي مصاري من هذا الشيء؟ لا قدرت طبعا. بس ليه بالاردن مش قادرين نسوي مصاري من شهرتنا؟ لانه اسمع، هي كل شيء يتبع شيء. يعني انت اسال الفنانين، اسال امل الدباس، استاذ امل، استاذ زهير، واستاذ داود جلاجل، والاستاذ عبير عيسى الله يشفيها. اسالهم عملتوا ثورات من الفن وصاروا من 30 سنه؟ حيقولوا لك لا. نفس بس الزمن غير. السوشيال ميديا والشركات بتركض وراك. الشركات بتركض. تقول ليش الدولة تمام. الشركات بتركض وراك اذا عندك فولورز، بغض النظر كنت سخيف مش سخيف بتتهبل على السوشيال ميديا، عندك رقم تركض وراك الشركات عشان تعطيك تعمل عندك اعلان. عندك وقف دقيقة. عندك ضياء عليان. وعندك لورنس المنسي. وعندك الشباب الرباعي ورحمه الله على عبود العمري عبد الله الله يرحمه. وعندك يا سيدي رغبه. وعندك كل الناس اللي عندهم فوق المليون. تمام. بتقعد معاهم وبتقول لهم قديش الستوري عندك. تمام. الرقم اللي حينعطى لك قارنه بواحد في الامارات او في الكويت او طبعاً. في الخليج طبعا. الستوري قديش هنا؟ طبعا. هل الستوري اللي هون بعيشك؟ لا. ليش؟
في ناس لورنس المصري ركب مرسيدس من ورا السوشيال ميديا. لورنس مين؟ المنسي. المنسي ركب مرسيدس. لا مش من ورا السوشيال ميديا. ولا من وين ركب مرسيدس؟ يعني من شغله الخاص؟ تسأله يعني شو مالك؟ عمر زور بعمل المصاري من السوشيال ميديا. لا برضه. ايه؟ لا برضه. كيف لا؟ يا زلمة لا يا زلمة انا بقول لك برن لك على عمر بقول له عمر انت في كثير مع اشغال واعمال ودعايات من وراها امورك تمام. كيف يعني كيف لا صديقي يعني؟ صديقي انت لما تحكي عملوا مصاري من السوشيال ميديا صديقي لما تحكي عملوا انا ما قلت ما عملوا انت حكيت لي بطعم بعيشك اذا بعيشك وبركبك سيارات كمان لا طيب بعدين وات ايفر مو هذا المطلوب بعيشك حياه تقدر تصرف حالك تكون عندك رصيد بالبنك ما حدا بالامر بالاردن عشان بس تكون بالصوره ما حدا بالاردن من 10 سنين وجاي جمع اكثر من 100 الف دينار ليش هي 100,000 قليلة يعني؟ 100,000 كان قديش تخلص؟ 100,000 أنا أعطيك يعني أكبر مثلا أنا حاطيك شغلة حاطيك شغلة 100,000 سي دي اللي أنت كيف يا أنت أنت مش منطقي جوابات دقيقة أبدأ. شوي دقيقة شوي أنت لما تحكي أنا بحكي عن استمرارية في العمل تعال أنت لما بدك تحكي عن إشي أكسبه هاي مو استمرارية إذا أنا بدي أخذ 100,000 صديقي إذا أنا بدي أخذ 100,000 وأجيب فيها سيارة 30,000 وافتح فيها مثلا مشروع يسعد يا عمي ماشي 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 انا هذا الحكي مش مقياس تمام ولكنهم عملوا الاف الدنانير من السوشيال ميديا طب في شباب عملت الاف الدنانير وما زالت كلنا عملنا الاف طيب طيب هل في استمراريه يا عمي في غيرك استمر معناته بتطعميهم خبز انت بتحكي قاعد من منظور شخصي لا والله لا انا هيني عايش مالني طيب مين بتحب تتابع من الناس اذكر لي اسماء جد كلهم بتتابعهم على السوشيال ميديا كله الاقرب الى قلبك مين الأقرب إلى قلبي؟ ضياء لورانس المرحوم عبد الله عبود كان قريب كثير منك الله يرحمه الله يرحمه و... ما أفتح موضوع عشان ما أقلبها شغل لا ليش ما يعني الله يرحمه الله يرحمه إن شاء الله يا رب ويصبر أهله ولقائنا معاه معاك في الجنة إن شاء الله صبرنا إن الله كتب لنا الجنة إن شاء الله آمين يا رب جميعا بس نقدر هدول. نقدر نوقف التحدي حاليا طبعا يعطيك ألف عافية شكرا ليون أنا عرقت قد إيه النتيجة يا سعاد قد إيه النتيجة كم أنا مش سامع خلاص هلا ببلغونا فيها لأنه هون السماعة فصلت تفصل السماعة وتفصل السماعة ريحة الصاجية في الأرجاء بدي أعرف قديش أنا فزت بعد الخمسين يا شريف تفصلنا العد بس أنت 13 هاي الشيف قال لك تحكي جد؟ أنت 13 وهو لليوم من بعد الخمسين بطلنا العد أنا مش 13 خلاص أنا خلاص أنت 70 لحالها أنت أصلا إجاباتك جابت لك سكورات تفضل هذا البرنامج برعاية كريم هايبر ماركت